دلوقتي مشاهدينا معادنا مرة تانية مع دينا شرف عشان نعرف منها أخبار الطقس بالتفصيل. اتفضلي دي. فعلا يا أحمد، دلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أيام بتصلنا عن بداية فصل الخريف في يوم 23 سبتمبر ونهاية فصل الصيف، لكن ما زال الجو صباحا بيكون فيه بعض الحرارة أو ارتفاع في درجات الحرارة، وبالليل كمان أوقات بيكون الرطوبة مرتفعة فمنحسش أن الجو بيكون منخفض. بالفعل احنا خلال الايام القادمه هنبدا نلاحظ فرق درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. هيبقى في فرق كبير بين فتره النهار وفتره الليل. هنلاحظ فترات النهار خاصه فتره الظهيره الاجواء الحاره الرطبه، فترات الليل هنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، انخفاض نسب الرطوبه، نسب البروده في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل هنبدا نشعر بها خلال الايام القادمه، لان احنا خلاص بيفصلنا عن بدايه فصل الخريف حوالي اسبوع. ان شاء الله متوقع اليوم استمرار درجات الحراره تكون حول المعدلات الطبيعيه لها مثل هذا الوقت من العام، بتتراوح ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هنحسها لو تكون 32 و 33 درجه مئويه، يعني الاجواء اليوم بتكون اجواء مائله للحراره على سواحلنا الشماليه، اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط، اجواء حاره رطبه على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وايضا محافظات جنوب سيناء. هتظل الأجواء رغم انخفاض درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد شديدة الحرارة فترات النهار. فترات الليل زي ما ذكرنا الأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية. هنحس كمان بنسب البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لكن المهم هنا هو وجود الشبورة المائية اللي بتتكون في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن مع انخفاض درجات الحرارة فترات الليل هتبدأ كثافة الشبورة المائية تزيد، تبدا تاثر على الرؤيه الافقيه بشكل واضح وشكل ملحوظ. فمهم جدا ساده قائد المركبات المسافرين على الطرق في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل ناخد بالنا القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. الاجواء دي هتستمر بالنسبه للشبوره، هل هتستمر مثلا لبعد الساعه 7 8 صباحا ولا هتختفي في الساعات الاولى من الصباح؟ لا، هي طبعا هتختفي مع يعني الساعه 6 7 صباحا مع شروق الشمس، هتبدا الشبوره المائيه في التلاشي، لان هي لسه الكثافه مش بالشكل بتاع الشتاء، لكن أيوة. مع شروق الشمس الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي. يعني احنا الاجواء دي هتستمر معانا، يمكن الاعتدال في الاجواء فترات النهار وفترات الليل ان شاء الله هيستمر معانا على مدار هذا الاسبوع كله. متوسط درجات الحراره ما بين ال 31 وال 32 على القاهره الكبرى. تمام. كمان بالنسبه لناس كتير عماله تقول هل هيحدث موجات حراره مره ثانيه ولا هنبدا بقى في الاستعداد لاستقبال فصل الصيف خلال فصل الشتاء خلال كمان الفتره اللي جايه بعد بدايه فصل الخريف؟ يعني هو وارد يحصل ارتفاعات في درجات الحراره، لكن مش هتبقى ارتفاعات كبيره طبعا زي فصل الصيف، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لان النص الاول من فصل الخريف اللي احنا داخلين عليه دايما بياخد بعض سمات فصل الصيف، رغم ان بيحصل فيه انخفاض في درجات الحراره، لكن وارد يحصل فيه يوم او اثنين ارتفاع في درجات الحراره، لكن مش بالشكل الكبير نطمن باذن الله. خاصه ان احنا كمان يعني ايام قليله بتفصلنا عن بدايه الدراسه والعام الدراسي الجديد، هل بالنسبه للاولاد والصغار الاطفال الصغار السن في الصبح يلبسوا ملابس ثقيلة ولا خلاص الجو هيكون لطيف ومعتدل خلال الفترة اللي جاية؟ يعني على الاقل لنهايه شهر 9 لسه مستمرين في الملابس الصيفيه. لما نبدا نحس بالبروده فترات الليل هنبدا نزود قطعة ملابس، يعني خاصه الاطفال بقى في الصباح الباكر لما بيروحوا المدارس هنحتاج قطعة ملابس اضافيه، لكن ان شاء الله مع بدايه شهر 10. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منور غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 32، الصغرى 23، العاصمه الاداريه 32 22، الإسكندرية 29-22، العلمين الجديدة 29-22، مطروح 29-22، السلوم 29-20، دمياط 29-24، بورسعيد 29-23،
إسماعيلية 32-23، السويس 32-24، العريش 30-22، طابة 32-23، كاترين 29-20، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-25، الفيوم 32-20، بني سويف 32-21، أسيوط 33-21، سوهاج 36-23، قنا 36-24، أسوان 37-26، الوادي الجديد 39-25، حلايب 34-26، وأخيرا شلاتين 36-26. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو، لكن بنأكد عليكم مرة تانية توخي الحذر عند القيادة في ساعات متأخرة من الليل وساعات الصباح علشان الشبورة المائية. هرجع مرة تانية لأحمد وجمان علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك مرة تانية على مدار الحلقة. شكرا لك. شكرا دينا.